السلام عليكم. النهاردة حلقتنا حلقة مهمة جدا جدا جدا، عرفت اجيب لحضراتكم اخبار مهمة جدا جدا تهم جمهور نادي الزمالك وتهم الصفقات الجديدة لكل جمهور نادي الزمالك منتظرة. النهاردة هقول لحضراتكم الموضوع الاولاني اللي هيكون معنا النهاردة بخصوص كارتيرون بعت ايميل جديد لنادي الزمالك ليس متعلق بالراتب، ايميل جديد تاني متعلق بالصفقات وطلباته من ادارة الزمالك وتحذيره لإدارة نادي الزمالك. وكمان هنشوف ال 100 مليون جنيه اللي ممكن يجننه محمد أبو جبل ويرفض التجديد لنادي الزمالك، وأيضا عمر كمال عبد الواحد إغراءات جديدة ولكن من خارج مصر، والاتحاد السكندري بيطلب طلبات جديدة من الزمالك عشان يسيب المدافع الأيمن هشام صلاح لنادي الزمالك، والزمالك بالفعل بدأ يفكر في طلبات الاتحاد السكندري وبنسبة كبيرة ممكن هنشوف الزمالك هيوافق عليها ازاي. وايضا عندنا الزمالك او امير مرتضى منصور بشكل ادق بيجهز لصفقة مهمة جدا جدا جدا، صفقة من ادغال افريقيا. خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش، يعني النهارده معاكم في حلقه جديده. لو ما اشتركتش في القناه اكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، واكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. مواضيعنا مهمه جدا النهارده، ولكن خليني اخد خبرين على السريع اقول لك عليهم وندخل في المواضيع بتاعتنا بقى ونتكلم في الكلام المهم جدا جدا جدا. الموضوع الاولاني كان الزمالك بيلعب مع الاهلي مواليد 2001 في نادي الزمالك، وبعد ما انتهاء المباراة خرج لاعب اسمه أحمد السيد غريب لاعب النادي الأهلي وراح لجمهور نادي الزمالك اللي كان موجود في المدرجات وشاور ليهم بإشارات غير أخلاقية وبصق على جمهور نادي الزمالك. الفريق ده اللي بيدربه الكابتن خالد بيبو، هل الكابتن خالد بيبو هياخد رد فعل؟ هل اتحاد الكورة هياخد قرار؟ هل ممكن اتحاد الكورة يشوف بالفيديوهات بعد الماتش ما خلص ايه اللي حصل؟ هتقولي طب ما الماتش خلص لا في حكم ولا في تقرير مراقب المباراة ولا تقرير حكم ولا اي حاجة. اقول لك بالظبط زي اللي حصل مع امام عاشور لما احتفل مع زمايله جوه غرفة خلع الملابس، وكانت مباراة ناشئين برضو ما كانتش مباراة كبار، وتوقف امام عاشور 12 مباراة نص موسم بحاله لو تفتكره. هل هيحصل ده؟ لا طبعا مش هيحصل، لان ده النادي الاهلي اللي مفيش حد يجرؤ على الوقوف امام النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا فوق الجميع ما عدا جمهور نادي الزمالك، فوق اتحاد الكورة، فوق القوانين، فوق اللوائح، الاهلي فوق كل حاجة موجودة ما عدا جمهور نادي الزمالك. ده كان بالنسبة للخبر الاولاني بتاعنا. الخبر الثاني اللي معانا النهارده برضو مرتبط بالنادي الاهلي. بعد هزيمه النادي الاهلي امبارح امام بالميراس البرازيلي 2-0 وخروج بقى النادي الاهلي هيلعب على المركز الثالث والرابع علي كسبان من تشيلسي والهلال السعودي، هتكون برضو مباراه قويه جدا على النادي الاهلي. الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عملت زي استقصاء رأي كده أو إحصائية بسيطة عن النادي الأهلي، ولقيت إن النادي الأهلي عنده رقمين قياسيين في بطولة كأس العالم للأندية. الرقم القياسي الأول إن الأهلي هو صاحب أكبر عدد هزائم موجود في تاريخ المسابقة. الأهلي لعب 17 مباراة اتغلب منهم 11 مباراة، نسبة كبيرة جدا 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 جدا، وهو الأكثر هزيمة في كأس العالم للأندية. ده الرقم القياسي الأول للنادي الأهلي. الرقم القياسي الثاني وهو إن النادي الأهلي أكتر نادي تلقى شباك وأهداف برصيد 26 هدف، برضو رقم قياسي تاني. ان الاهلي هو الاكبر هزيمة في تاريخ مباريات كأس العالم للاندية والاكتر تلقي اهدافا في شباكه في تاريخ كأس العالم للاندية، فده برضو كان خبر صادم لكل جماهير النادي الاهلي.
الخبر الثاني وهو خاص بمنتخب مصر. كيروش لما رجع من بطولة الأمم الأفريقية قعد مع مسؤولين الاتحاد واتفقوا على خطوط عريضة هيتم تنفيذها الفترة اللي جاية. كيروش بعد ما قعد اخذ اجازة 5 ايام هيسافر لبلاده وبعد كده هيرجع عشان يحط بقى البرنامج بتاع صعودنا لكاس العالم ان شاء الله باذن الله. كارلوس كيروش طلب مبدئيا من اتحاد الكورة انهم يوفروا له معسكر طويل عشان يقدر يجمع اللعيبة ويقدر يعني يعمل بقى الشغل اللي احنا كلنا مستنيينه وهيركز على الجانب الهجومي لان ده اللي هيصعدنا كاس العالم، ده اللي هيكسبنا ويخلينا لنا شكل ومنظر في كاس العالم بدال ما كنا بندافع. كنا رجالة وعملنا اداء بطولي ولكن على المستوى الدفاعي وما كناش يعني الاداء البطولي ده ما كانش على المستوى الهجومي. فكيروش هيحاول ان هو يشتغل على الجانب الهجومي في المعسكر الطويل اللي هيبدا ينظم ليه الفتره اللي جايه. بالمناسبه كيروش هيكون موجود على دكه البدلاء في مباراه السنغال القادمه يوم 24 لان الاتحاد المصري تقدم باستئناف وتم قبوله من اللجنة المنظمة للأمم الأفريقية وفعلا تم تقليل العقوبة على كارلوس كيروش من الإيقاف مبارتين إلى مباراة واحدة اللي هي كانت مباراة النهائي. فبكده هيكون كارلوس كيروش متاح أنه يكون موجود على الدكة في مباراتي السنغال، مباراة الذهاب هنا في القاهرة يوم 24 مارس على استاد القاهرة والمباراة العودة في دكار في السنغال يوم 29 مارس. وبكده كارلوس كيروش خلاص العقوبة اترفعت من عليه، يبقى بس شوية عقوبات مالية على كارلوس كيروش. كيروش لما قعد مع مسؤولين الاتحاد قال لهم في 2 مش عاوز انهم يكونوا متواجدين في الجهاز. اعتقد ان الاتنين دول الكابتن ضياء السيد والكابتن محمد شوقي احتمال يتم استبدالهم بمدرب واحد واحتمال يكملوا لغاية كأس العالم. الكيروش مش عاوزهم وعاوز يعني يشوف بديل من دلوقتي، والاتحاد اتكلم معاه قال له طب حاول خليهم معاك لغاية لما نشوف هنعمل ايه في تصفيات كأس العالم، ولو الدنيا ماشية واحنا مكملين مع بعض فساعتها ممكن يعني نجيب لك او نوفر لك جهاز جديد بالكامل. فكيروش قال لهم خلاص هروح الاجازة بتاعتي وهرجع ارد عليكم في القصة دي وفي المشكلة دي، ولكن شكله بالفعل وصل لطريق مسدود مع المساعدين بتوعه وخاصة ضياء السيد ومحمد شوقي. خلونا برضو مع كاس افريقيا ومهند لاشين، اعترافات لقناة صدى البلد. اعترافات صادمة لمهند لاشين، الناس كلها ممكن تاخد الاعترافات دي انها اعترافات عادية ولكن اعترافات مهمة. مهند لاشين بيقولك في مباراة الكاميرون انا ما كنتش من الخمسة الاوائل اللي هيشوطوا ضربات جزاء، واحد اللاعبين اللي هم كانوا من الخمسة الاوائل اعتذر وقال انا عندي اجهاد ومش قادر اشوط، بالبلدي تهرب. راح محمد صلاح قعد مع مهند لاشين وقال له معلش انت اللي هتدخل تشوط ضربة الجزاء واحنا كلنا ثقة فيك انك هتكون قد المسؤولية وتحرز الهدف، وفعلا دخل مهند لاشين واحرز الهدف من ضمن الاهداف اللي منتخب مصر احرزها في الكاميرون. وعاوز اسأل يعني فين تريزيجيه المحترف بتاعنا؟ فين النني المحترف بتاعنا؟ محمد صلاح حتى يعني مش لازم ادخل اشوط الضربة الخامسة، لو لقيت الدنيا متوترة ممكن ادخل اشوط الضربة الرابعة او الضربة التالتة، ولكن المفروض في لعيبة كبار في المنتخب هم اللي يشيلوا اللعيبة الصغيرة، ولكن ده ما حصلش. اللعيبة الصغيرة هي اللي بتدخل وبتتحمل مسؤولية زي مهند لاشين ومحمد عبد المنعم. تعالوا بقى بينا ندخل على اخبار نادي الزمالك ونشوف اخبار الصفقات والدنيا حتى الان ماشية ازاي داخل نادي الزمالك. ولكن قبل ما ندخل بقى على الصفقات، كارتيرون محتار بين عمر السعيد وسيف الدين الجزيري، محتار يبدأ بمين في مباراة بيتلو أتلتيكو اللي كارتيرون مركز عليها ولعيبة الزمالك مركزة عليها وإدارة الزمالك مركزين عليها لأنها مباراة مهمة جدا. المباراة الافتتاحية بالذات في المجموعة بتكون مباراة مهمة جدا، ويا إما تفتح السكة قدامك يا إما تقفل السكة قدامك. السنة اللي فاتت الزمالك مع المولودية كان أول مباراة هنا في القاهرة والزمالك اتعادل 0-0 مع باتشيكو، فالدنيا اتقفلت من ساعتها.
فكارتيرون مركز على المباراة دي بشكل كبير جدا ومحتار يبدأ بعمر السعيد اللي موجود معاه واخد مباراة الرابطة ولا يبدأ بسيف الجزيري نجم منتخب تونس واللي هداف البطولة العربية والراجل اللي بيشتغل بشكل أساسي مع المنتخب التونسي. فكارتيرون في اتجاه ان هو ميال شوية يبدأ بسيف الجزيري ولكنه محتار عاوز يبدأ بعمر السعيد عشان خاطر المباراة دي الزمالك هيبقى ضاغط وسيف الجزيري كلنا عارفين ان هو بيحب يتحرك في المساحات، بيحب لما بتكون مثلا الزمالك مضغوط فانت عندك اتنين ممكن تستغل سرعتهم زي رزاق سيسي وسيف الجزيري اللي بيحبوا يلعبوا في المساحات، انما سيف الجزيري ما بيعرفش يلعب في يعني لما بيكون الزمالك ضاغط وفي مساحات ضيقه الجزيري ما بيقدرش يتحرك في المساحات دي وما بيعرفش يتحرك في المساحات الضيقه. فكارتيرون بيفكر هل ابدا بسيف الجزيري اللي فورمته كويسه ولا ابدا بعمر السعيد اللي بيجيد ضربات الراس وبيجيد الالتحامات وخاصه ان ال 18 بتاع اتلتيكو هيكون زحمه يوم السبت القادم بمدافعين بترو اتلتيكو وكمان الخط الامامي لنادي الزمالك. انا من وجهه نظر الشخصيه افضل انه يبدا بعمر السعيد عشان الكرات العرضيه وعشان فعلا هيبقى في تكدس دفاعي من بترو اتلتيكو وعمر السعيد بيعرف يلعب بدماغه، يعني كره عرضيه كده ممكن عمر السعيد يخطف ويسجل، انما سيف الجزيري احنا محتاجينه في المباريات خارج ملعبك وانت مضغوط وانت بتحاول تعمل المرتده التحول من الدفاع للهجوم. اكيد سيف الجزيري هيكون حل كبير جدا 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 لنادي الزمالك. كارتيرون لسه محتار لغايه دلوقتي ولسه مش عارف هيبدا بمين. تعالوا بقى ندخل على الصفقات وامير مرتضى منصور ماسك الصفقات وماسك السيفيهات وماسك القصه الله يكون في عونه. اولا امير هو بيخطط وبينفذ ان مجلس الاداره بتاع الزمالك قاعد ومجلس الاداره بتاع المستشار مرتضى منصور مكمل، فامير شغال على كده، امير مش واقف مستني نتيجه الانتخابات، امير شغال لانهم واثقين في اعضاء الجمعيه العموميه ودعمهم للمستشار مرتضى منصور. فامير مرتضى منصور بدأ بالفعل يتكلم مع وكلاء ومع شركات انه يشوف لعيبه كانوا بيلعبوا في كأس الامم الافريقيه الأخيرة، يعني ممكن يبص على منتخب سيراليون، منتخب غينيا، منتخبات اللي هي الوسط، وممكن أمير طلب لعيب مهاجم، لعيب فيرويد، وطلب لعيب رقم 10، وبالفعل بدأت العروض وبدأت المباحثات وبدأ الوكلاء يعرضوا سيفيهات على أمير اللي منتظر بعد مباراة بترو أتلتيكو وبعد ما الزمالك يروق كده من المباريات المتتالية أتلتيكو وسموحة والوداد أمير هيبدأ يقعد مع كارتيرون فأي فترة توقف تكون طويلة شوية لأن الزمالك داخل على معمعة وكمان تكون الانتخابات خلصت ويكون المستشار بدأ يجهز الفلوس بتاعة الصفقات وهيبدأ أمير إنه يشوف السيفيهات ويعرض على كارتيرون. ولكن أمير اتخذ قرار إنه هيكون في صفقة أو اتنين أفارقة أو ممكن صفقة أفريقية ولعيب عربي. ده بالنسبة للسيفيهات اللي بتتعرض على أمير مرتضى منصور اللي بنسبة كبيرة زي ما بقول لكم هيكون في مهاجم أفريقي السنة الجاية في نادي الزمالك. الموضوع الثاني ان عمر كمال عبد الواحد، طبعا كلنا عارفين اغراءات فيوتشر لعمر كمال عبد الواحد وخاصة الكابتن احمد شوبير اللي بيضغط على عمر كمال عبد الواحد وهو وعلي ماير انه ما يروحش الزمالك ويفضل موجود في فيوتشر عشان خاطر سنة واتنين ولا حاجة يقدر يبقى ترانسفير كده على النادي الاهلي. فإنما عمر كمال عبد الواحد يعني تفاجأ بوكيله جايب له عرض سعودي برقم محترم وعرض سعودي يبقى العرض ده هيكون تحت أمر نادي فيوتشر. ليه الكلام ده؟ لأن عمر كمال عبد الواحد ماضي مع فيوتشر 3 سنين زي ما هم بيقولوا ولكن بعد السنة الأولى يحق له الانتقال للزمالك مجانا، الزمالك فقط مش أي نادي، فعمر مش فري، عمر فري بشرط، عمر فري بشرط، عمر يروح الزمالك بس هي دي الحالة الوحيدة، إنما أي نادي عمر كمال يروح له عن طريق فيوتشر اللي اكيد مش هيمانع في بيع عمر كمال برقم كبير عشان يستفيد استفادة مالية منه
هنشوف الموضوع في ايد عمر كمال عبد الواحد بسبب اللجنة وايقاف القيد والكلام ده كله، مش عاوزين نعيد في الكلام ده تاني، خلاص كلكم بقيتم عارفينه، ولكن القرار في ايد عمر كمال لوحده، هو اللي بايده يحدد مصيره، يقعد في فيوتشر ولا يرجع للزمالك ولا ينتقل للدوري السعودي. الخبر التاني اللي معانا وهو الاتحاد السكندري عارف ان الزمالك عاوز هشام صلاح الباك اليمين بتاع الاتحاد. هشام صلاح لعيب كويس، والاهلي وبيراميدز لغايه دلوقتي لسه بيحاولوا يتكلموا مع الاستاذ محمد مصلحي عشان يسيب هشام صلاح. وهشام بالفعل لعيب كويس، وممكن بعد تصفيات كاس العالم يبدا المنتخب يحط عينه عليه لانه لعيب خامته كويس. الاستاذ محمد مصلحي كان في حوار وفي كلام مع الزمالك، هشام صلاح هنسيب هشام صلاح بكام، هنعمل ايه، هنسوي ايه، الكلام ده كله. فالاستاذ محمد مصلحي فاجئ نادي الزمالك انه عاوز ياخد 30 مليون جنيه من نادي الزمالك زائد محمود شبانة بيع نهائي، اللي هو اللي معار طبعا، ما تأيدش برضو بسبب غلق القيد، اللي هو اللي معار للاتحاد. فالاستاذ محمد مصلحي كده يعني محمود شبانة ده لا يقل مثلا عن 15 مليون 20 مليون زائد 30 مليون، فانت كده تاخد في العيب 50 مليون، اعتقد ده رقم مبالغ فيه جدا، زائد ان محمود شبانة يعني علمي ومعلوماتي بتقول ان هو عاوز يرجع الزمالك ومصمم على العودة للزمالك مرة تانية. فهل هيرضى محمود شبانة؟ هل المبلغ ده هيقل؟ هل المبلغ ده هيتمسك بيه الاستاذ محمد مصلحي؟ اعتقد رقم كبير جدا جدا على لعيب في الدوري المصري. كارتيرون بعت ايميل لنادي الزمالك لما لقى ان امير مرتضى منصور، وسمع كارتيرون ان امير بدا يشوف سيفيهات لعيبه ويشوف صفقات ويبدا يتكلم مع وكلاء، فكارتيرون راح على طول بعت ايميل لنادي الزمالك. طبعا ايميل الراتب هو ما بعتوش الشهر ده عشان نادي الزمالك حول له على طول الفلوس بتاعته من ساعات، يعني اتحولت الفلوس لكارتيرون في حسابه وكده قبض الفلوس بتاعته، فقال لك انا ما بعتش ايميل للمستحقات بتاعتي، لما ابعت بقى ايميل تالي يعني اقرف بيه نادي الزمالك. وبالفعل بعت ايميل لنادي الزمالك قال لهم لو في صفقات بتفكروا فيها فلازم الصفقات دي تتعرض عليا الاول، العقد بتاعي بيقول كده، لازم اي صفقة تتعرض عليا الاول لان انا مش هوافق الا على الصفقات اللي انا عاوزها. فده كان الايميل بتاع كارتيرون اللي بعته لنادي الزمالك بيتلكك بيقرفهم بيضايقهم الكلام ده كله، زائد قال لهم او طالبهم بسرعة التجديد لثلاث لعيبة، لابو جبل وطارق حامد واشرف بن شرقي، عشان خاطر يكونوا مستقرين ذهنيا معاه في مشوار دوري ابطال افريقيا، وطالب يعني بالتجديد ليهم على او في اسرع وقت، وكمان طلب صفقتين من منتخب مصر، صفقتين من منتخب مصر الاول. وبالفعل كان امير بيتفاوض معاه ومن اقوى المرشحين للانضمام لنادي الزمالك وهو مهند لاشين، وكارتيرون طلبه بالاسم بعد ما اتفرج عليه في بطوله الامم الافريقيه، وكمان عمر كمال عبد الواحد اللي كارتيرون طلب انه يرجع نادي الزمالك تاني، لانه كارتيرون اصلا كان عاوز عمر من السنه اللي فاتت وكان مصمم عليه، ولكن طبعا موضوع غلق باب القيد يعني اجل الموضوع شويه. فدي كانت طلبات كارتيرون من الايميل اللي اتبعت لنادي الزمالك. طب الزمالك هيجدد بقى مع ابو جبل ازاي؟ وابو جبل ممكن في خلال الايام القادمة تبص تلاقيه معاه 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه ازاي؟ هقول لك انا ازاي. ابو جبل جاي له اكتر من عرض، وفي اكتر من نادي سعودي بيتكلموا مع محمد ابو جبل، ودخل نادي قطري كده مع في الزحمة بيتكلم مع محمد ابو جبل، وتم وضع مرتب سنوي لمحمد ابو جبل يتخطى ال 2 مليون دولار. 2 مليون دولار اعتقد رقم مش كبير في سوق الانتقالات اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، لان اشرف بن شرقي اصلا في الزمالك مليون و 800 الف دولار يعني. فتخيل بقى في السعودية ولا في الامارات او في قطر، 2 مليون دولار ده رقم قليل جدا، ده
رقم مبدئي اتحط قدام ابو جبل، اللي هو بالمناسبه لو عاوز اكتر من 2 مليون دولار هياخد 2 مليون دولار في السنه، 2 مليون دولار في السنه 33 مليون جنيه. والعرض اللي معروض على ابو جبل 3 سنين، اضرب 33 مليون في 3 سنين هيطلع لك 100 مليون جنيه في رصيد محمد ابو جبل. طب هيعمل ايه محمد ابو جبل؟ ما هو برضه الفلوس بتجنن بيني وبينكم، لما يتعرض عليا 100 مليون جنيه في 3 سنين. وكمان الأندية ليه بتتهافت على محمد ابو جبل؟ لان محمد ابو جبل اولا دلوقتي هو حارس افريقيا الاول، خلاص هو الحارس الاعجازي في القارة الافريقية بشهادة كل الناس، حتى اللي واخد افضل يعني حارس في البطولة هو اللي اعترف بكده، اللي هو ادوارد مندي. فابو جبل حارس هو الافضل في افريقيا حاليا، زائد ان ابو جبل فري، يعني النادي اللي هيجيب محمد ابو جبل مش هيدفع فيه جنيه، هياخده كده بشنطة هدومه زي ما بيقولوا، مش هيدفع فيه جنيه. فالنادي هيقول لابو جبل، وفعلا الكلام ده اتقاله، اللي كنا هندفعه للنادي خده ليك، عاوز 2 مليون خد، عاوز 3 مليون دولار خد، عاوز 2.5 خد. فالفلوس اترمت تحت رجل محمد ابو جبل، وده اللي خلى امير مرتضى منصور بيبدا يتكلم مع محمد ابو جبل ويرفع العرض بتاعه شويه، وهتبدا المفاوضات الجاده بعد انتخابات نادي الزمالك على طول. امير مش هيستنى، وامير كان عارض في الاول قبل البطولة على ابو جبل 8 مليون جنيه، بعد البطولة خلاص اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، بدأ يتم عرض 15 مليون جنيه على محمد ابو جبل، وهيتم مساواته باكبر لاعبي الفريق اللي هو محمد عواد، اعتقد بياخد 15 او 16 مليون جنيه، فهيتم مساواة محمد ابو جبل بمحمد عواد، لان طبعا امير مرتضى منصور ولا المستشار مرتضى منصور هيقدروا يتكلموا مع محمد ابو جبل، مستوى عالي، حارس افريقيا الاول، بطولة إعجازية بالفعل لمحمد أبو جبل. وعشان كده حتى المستشار مرتضى منصور لما محمد أبو جبل طلع مع عمرو أديب اللي هو عدو المستشار مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور ما تكلمش لسببين. أول سبب أني أبو جبل أكيد بياخد مقابل مادي من الظهور، والزمالك مأخر له شوية مستحقات، فمش أخر لك مستحقاتك وأعرفك كمان أني لما تجيلك سبوبة أقطعها عنك. والحاجة التانية انا مش عاوز ازهقك واقولك لا او مش لا واقرفك، لان احنا قربنا خلاص نتكلم في التجديد، فمش هنخنق على بعض، لان انا محتاجك ومحتاج اتكلم معاك الفترة اللي جاية. فالكلام بقى يرجع لابو جبل، 15 مليون جنيه من الزمالك في 3 سنين 45 مليون، ولا 100 مليون في 3 سنين من السعودية. طبعا ال 45 مليون بتوع الزمالك ضيف عليهم جمهور، ضيف عليهم بطولات، ضيف عليهم ميديا واعلام والدنيا كلها بتتكلم عنك. هنشوف محمد ابو جبل هيختار ايه. اكيد انا لو مكانه، الموضوع مش محتاج يعني تفكير، هختار عرض نادي الزمالك وهركز مع العرض بتاع نادي الزمالك، لان فعلا الجماهيرية والشعبية لا تقدر بثمن. عجبني جدا والد احمد ابو الفتوح اللي طلع مع شريف عامر على ام بي سي مصر واتكلم، كان شريف عامر مستضيف احمد ابو الفتوح ووالده دخل على الخط، يعني راجل جميل وراجل بجد يعني زي ابهاتنا كلنا. قال لك احمد ابو الفتوح تحت امر نادي الزمالك، وعمره ما هيروح الاهلي، ولو هيروح الاهلي انا مش هرضى انه يروح الاهلي، لان الزمالك ده خيره عليه، ومش هيمشي الا بموافقه نادي الزمالك، ولو الزمالك عاوزه يمشي اهلا وسهلا، ولو الزمالك عاوزه يقعد اهلا وسهلا، احنا تحت امر نادي الزمالك، اللي احنا فيه ده كله بسبب نادي الزمالك، لانه خيره علينا بشكل كبير جدا جدا جدا، وكل خطوة هنخطيها لازم تكون بموافقة مجلس ادارة نادي الزمالك، راجل محترم عارف قيمة نادي الزمالك، وراجل فعلا عارف يربي ويطلع نجم كبير لنادي الزمالك ومنتخب مصر. وصلنا للنهاية، واكيد مش هتنسى انك تشترك معنا في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتدعمنا بلايك وشير للفيديو، واكيد مش هتنسى انك تفعل زر الجرس. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.